بجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونعود ونستكمل اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني واستمراره. يمكن في كلمة سيادته خلال الاحتفال بعيد الشرطة أول أمس، وجه الرئيس السيسي الدعوة من أجل حوار اقتصادي، وإحنا هنا بنتكلم عن حوار بيتناول الملفات الاقتصادية في وقت الحقيقة بيشهد في العالم أجمع موجات تضخمية مرتفعة، لم تنجح إجراءات البنوك الكبرى في كبح جماحها، وبنتكلم أيضا عن خسائر اقتصادية لأكبر الاقتصاديات في العالم مع معدلات نمو متدنية جدا وركود وانكماش في عدد مش قليل أبدا في العديد من الأسواق. دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل يعني إطلاق حوار وطني اقتصادي بتأتي في ظل جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات المختلفة والتعامل معها أيضا بطرق مختلفة. خلونا نتكلم أكتر عن الموضوع ده مع ضيفي اللي منورنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد الأستاذ محمد عز الدين. أنا برحب بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك. صباح النور. وخلينا يعني نتجه مباشرة للفكرة اللي دعا ليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص عقد حوار وطني اقتصادي في هذا التوقيت. دي دعوة مهمة جدا. الحقيقة الاقتصاد يعني هو المحرك للقوى الأساسية بل السياسة في العالم كله، كل التغيرات الجيوسياسية في العالم بنلاقي بسببها أو بتتجه في الآخر للاقتصاد، السيطرة على مكامن الطاقة، السيطرة على المواقع الاستراتيجية لبناء مواني، السيطرة على الثروات الطبيعية للدول في الحقبة الاستعمارية، كل حاجة وراها الاقتصاد بشكل ما، بل بالعكس الحروب الاقتصادية هي ما تنشب حاليا الاقتصادية والتجارية بشكل كبير جدا، وبالتالي تدعيم الأمن القومي الاقتصادي أمر مهم للغاية في المرحلة الحالية والمستقبلية. للأسف العالم بيشهد تغيرات كبيرة جدا. طبعا هو كلام مكرر بس لازم الناس تبقى فاهمة كويس قوي ان من سنة 2020 اقتصاد العالم اتغير بشكل كبير جدا منذ جائحة كورونا والإغلاقات اللي تمت في الصين واختلال سلاسل التوريد اللي هي المتعلقة بتوصيل السلع. بعد كده حصلت أزمة المتعلقة بالمناخ، ومنها ارتفعت أسعار الغذاء خاصة مع تراجع أحجام المحاصيل، وبالتالي في زيادة كبيرة على المخصصات المقررة لاستيراد الأغذية في العالم كله، وده ما كانش موجود. بالعكس احنا كان عندنا دول بتقدم مساعدات يعني كنا بنسمع في دول بالعكس بترمي بعض الانتاج بتاعها يعني عشان تحافظ على الأسعار. لا، الموضوع ده دلوقتي اختلف، بالإضافة للتغيرات بقى والمتغيرات الجيوسياسية المتعلقة ببعض الأزمات الأوكرانية وأخيرا المتعلقة بغزة، وأيضا بعض النشاط في المضايق المائية. كل ده بيضغط على الاقتصادات العالمية، وأضف لذلك الدفاع المستميت عن الدولار بعد ما فشلت السياسات الاقتصادية في بعض الدول وخاصة في الولايات المتحدة المتعلقة بالحفاظ على الأسعار ومكافحة التضخم، بالتالي رفعوا العائد من 0.25% لغاية وصل في دول 4.5، ووصل أخيرا ل 5.25 في بريطانيا. نعم. وبالتالي ده بيضغط على اقتصادات العالم وبيزود تكلفة الاستيراد. من هنا كان في أهمية للاهتمام بالقضايا الاقتصادية، والحوار الاقتصادي أحد أهم الشؤون اللي بتشغل كل المواطنين حتى المواطن البسيط في المرحلة دي. بما أن حضرتك أشرت لمسألة الدولار، الحقيقة أنها خدت حيز مهم في كلمة السيد الرئيس، وسيادته أشار لمسألة أنه خلال الفترة القادمة لابد أنه المدخول من يعني مدخول الدولاري لخزينة الدولة لابد أن يساوي أو يزيد عن حجم الأنفاق، سواء من قناة السويس زي ما ذكر سيادته، من السياحة، تحويل المصريين من الخارج، مسارات مختلفة. كلمني أكتر عن الموضوع ده أستاذ محمد. الحقيقة الدخل المصري من الدولار بيتركز في ثلاث عوامل رئيسية: تحويلات المصريين من الخارج،
دخل مرور السفن وعبورها والخدمات المقدمة لها وفي قناة السويس، بالإضافة لدخل السياحة. وتصديرنا أيضا يضاف. لا أنا بتكلم على اللي هو الجزء الخاص بالخدمات، الجزء الخاص بالإنتاج اللي هي الصادرات. الصادرات دي صادرات غير سلعية، صادرات سلعية غير بترولية، ودي حصل فيها طفرة كبيرة لتفوق الصادرات وخاصة الحصلات الغذائية المصرية بشكل كبير للغاية، حتى وصلت لمراتب عالمية. بالعكس مثلا في مصر في بعض الحصلات الزراعية مثلا زي الموالح وتحديدا البرتقال بقت رقم واحد على العالم، بالإضافة لتحسن كبير في الإنتاجية وزيادة الصادرات في بعض الصادرات التقليدية اللي هي زي مثلا البطاطس والبصل وغيرها من المحاصيل، واللي كانت للأسف بتصاب ببعض الأمراض أو بيحصل تعنت من بعض الدول تحديدا نظرا للحروب التجارية الخفية، وبالتالي بيتم استبعاد الصادرات المصرية. الصادرات المصرية الزراعية حصل تطور كبير فيها، مكافحة للآفات بشكل كبير للغاية، بالإضافة للتطور في أساليب الحصاد والحفاظ على المواصفات والمقاييس، بل مضاعفتها بشكل كبير جدا، وبالتالي أصبحت في جودة لا تنافس وأسعار مغرية للغاية، بالإضافة لأن الفترة بتاعت الإغلاق نظرا للقرار الحكيم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم توقف المشروعات الكبرى او التوقف عن انتاج وتصدير الصادرات، مصر خدت مركز كبير جدا واسواق لم تكن لتدخلها الا في موقف زي ده، اثبت جداره الصادرات المصريه وبالتالي اثار اهتمام الاسواق والمستوردين من دول عديده. بالتالي أيضا هناك مطالب كبيرة في الفترة المقبلة لزيادة الدخل من الإنتاج والتصنيع تحديدا، زيادة الصادرات السلعية، زيادة الصادرات المتعلقة بالتصنيع تحديدا، خاصة أن احنا عندنا مقومات كبيرة جدا وأسواق سواء في المنطقة والشرق الأوسط أو الدول العربية أو في القارة الإفريقية، والأهم من كده زيادتها للأسواق المجاورة بشكل كبير للغاية، واللي بالفعل بتشهد زيادة الدول المجاورة، ولكن نحتاج للمزيد من العمل فيما يخص الزراعة والتصنيع تحديدا، بالإضافة للاهتمام بالخطة اللي بدلتها الدولة لتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي أو العربي أو حتى الاستثمار المحلي بشكل كبير، وعملت الدولة العديد من حوافز. وأعتقد أن الفترة اللي جاية، عودة للسؤال الأولاني بتاع حضرتك المتعلق بالحوار الاقتصادي، نحتاج لإعادة تشريع عدد كبير من القوانين في كل المجالات، حتى لو الأمر استلزم تعديل الدستور، لازم يكون في ثورة تشريعية متعلقة بالاقتصاد في المرحلة المقبلة، لأن هو ده السبيل الوحيد للوصول ل منافسة حقيقية مع العالم الخارجي. دي نقطة مهمة جدا هنرجع نستكمل فيها الحديث مع حضرتك، ولكن نروح لهذا العرض المعلوماتي اللي بنستعرض من خلاله جهود الدولة في دعم الاستثمار والمستثمرين، ونرجع مرة تانية مع حضرتكم. خليني أجدد الترحيب مرة تانية بحضرتك أستاذ محمد عز الدين المتخصص في الشأن الاقتصادي، وتوقفنا عند نقطة أنه حضرتك بتشير لمسألة أنه ربما يعني هناك حاجة لثورة تشريعية تشجيع المستثمرين، والحقيقة أستاذ الرئيس بيولي يعني اهتمام كبير بالمستثمرين والتأثير من خلال كافة السبل على المستثمرين. بكل تأكيد هقول لحضرتك حاجة، في أمور من الممكن تجاوزها
السلطة السيادية للرئاسة، ودي نجحت بشكل كبير جدا في المشروعات الكبرى في التوجهات الاقتصادية لتغيير حياة المصريين والحفاظ على الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المتعلقة باستخراج الثروات الطبيعية، المتعلقة بالاتفاقات الاقتصادية المبرمة مع دول العالم، المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، ودي بتدعم بشكل كبير جدا. شفنا الاستقبال الحافل لسيد وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اليومين اللي فاتوا. الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي شريك كبير تجاري وصناعي وأيضا بيعاون بشكل كبير في عملية التنمية، ولكن هناك تشريعات متعلقة بالسوق. السوق ده لازم تشريعات جذرية لتعديل شكل الاقتصاد المصري والاقتصاد الداخلي واقتصاد السوق المصري بشكل كبير جدا. التشريعات دي وأيضا ما ننساش لازم تدعم أيضا هذه التشريعات انضمام الاقتصاد الرمادي أو اللي هو الخفي بشكل كبير جدا. عندنا في ناس بتفضل عدم التعامل بشكل رسمي وإقامة شركات، وبسبب بعض الظروف الغير مواتية في عقود وعهود سابقة. الموضوع ده انتهى، لازم ننتبه لأهمية ده، خاصة ان النسب بتتزايد بشكل كبير جدا، وده ممكن حضرتك بتسميه اقتصاد رمادي. الاقتصاد الرمادي او الاقتصاد الخفي اللي هو الاقتصاد غير الرسمي، وده في بعض بيقدره من 40-50%، واعتقد ان في خلال الفتره اللي فاتت وده ايضا بيمثل عامل ضغط على الدولار بشكل كبير جدا، لان في ناس بتتعامل بشكل على الدولار كانه سلعه، وده امر غير قانوني ولازم المسؤولين. طيب حضرتك شايف يعني عوامل جذب هذه الشريحة الكبيرة، حضرتك بتشير لرقم نسبيا ضخم الحقيقة 40-50%، فمقترحات حضرتك، تصورك لجذب هذه الشريحة للدخول في إطار رسمي في الاقتصاد؟ أولا المصر. تسهيل التشريعات المتعلقة بإقامة وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والوصول ليهم. مش عيب اللي أنا أوصل للمواطنين والناس دي. إحنا عندنا يعني حصر ولكنه غير رسمي أو غير دقيق، ولكن السوق باين، يعني بيبان فيه الناس اللي بتشتغل عن طريق الموردين، عن طريق المتعاقدين، بيبان فيه حجم أعمال وبالبعض منها كبير. فلازم الناس دي تدخل في الاقتصاد. أولا هيستفيد بشكل كبير جدا، هيطور من إنتاجه، خاصة أن البعض منهم وخاصة في صناعات التعهيد والتصنيع لصالح ماركات عالمية، في مصانع بتعمل جودة مشابهة أو مطابقة للمنتجات العالمية في مصر في بعض المحافظات، سواء في القليوبية، سواء في المنصورة، سواء في بعض المحافظات الأخرى، إنتاج عالمي ما تقدريش تفرقيه عن الأصلي. الناس دي ليه ما تشتغلش في التعهيد؟ ليه ما تشتركش مع شركات تانية؟ ليه ما تدخلش في الاقتصاد بشكل رسمي؟ بالعكس، ده هيعمل جودة عالمية لبعض الصناعات، وأيضا التسهيلات وخاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية. بالنظر لحجم الاقتصاد ده، أعتقد أن تقديم بعض التسهيلات ما لا يمثل تنازل من الدولة، بالعكس ده أنا بكسب يوم بعد يوم، هينضم، هيأمن على الناس اللي عنده، هيزود، يكون في مكسب لكل الطرفين جدا طبعا. بالعكس، ممكن يكون ده نقطة تحول في الاقتصاد المصري واقتصاد السوق. ده أولا هتخفف الضغط على الاستيراد من الخارج. دلوقتي الناس بتستسهل، كانت بتستسهل في فترات سابقة لأن في دولار موجود كتير وكانت بتستورد كل حاجة، السوق خد على السلع المستوردة، وبالتالي بيمثل ضغط على الحصيلة الدولارية بتتوجه للخارج، وفي نفس الوقت الزيادة في معدلات الانتاج، في زيادة في معدلات الانتاج والتصدير والخدمات أيضا، ولكنها لا تقابل الضغط الكبير اللي موجود على استهلاك الدولار، بل بالعكس تحول لسلعة وتحول لنوع من المضاربة، وده أمر غير قانوني. فلازم إزاي؟ أولا بالتشريعات الجاذبة للاستثمار المتعلقة، وقانون الشركات، قانون الشركات ده أول قانون لازم يتغير. احنا عندنا ثورة في عمل الشركات في العالم، وقانون الإفلاس المتعلق ببعض التسهيلات، قوانين التمويل، القانون المتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الزراعية، البنوك اللي هي اللي بتتعلق بيه بتدي قروض ونسب سواء عن طريق الصناديق أو التمويل، التفكير في إعادة تقديم فوائد اللي هي القليلة، اللي هي من 5-12%، 5 للمشروعات الصغيرة، 7 في المشروعات المتوسطة، 7% للمشروعات الكبيرة ذات العائد الاستراتيجي أو التوجه الاستراتيجي للدولة. حقيقة أن كل ده بيدخل مهم جدا التشريع،
التشريع نعم. مهم جدا، وبقول لحضرتك حتى لو تطلب الامر تعديل الدستور بالكامل طيب. لازم يكون في ثوره تشريعيه اقتصاديه في الفتره اللي جايه. مهم جدا. لو انتقلنا استاذ محمد للحديث عن المشروعات القوميه الضخمه اللي يعني تم تنفيذها من قبل الدوله المصريه خلال الفتره الماضيه، اهميه هذه المشروعات في جذب يعني مستثمرين للسوق المصريه، ويمكن اسمح لي اشير مع حضرتك لكلمه السيد الرئيس في مساله انه هناك آراء اقتصادية بتشير أو يعني بتقترح إيقاف هذه المشروعات القومية، وأنه السيد الرئيس قال أنه ده رأيه يحترم يؤخذ في الاعتبار، لكن أشار أيضا أنه هناك يعني 6 مليون عامل يعني فاتحين الحقيقة بيوت يعني من وراء هذه المشروعات بالضبط الضخمة. الكلام المنطقي اللي بيحافظ على الأمن القومي، أنا ما بتعامل مع دولة بالتاجر بالصانع بالزارع بالمواطن البسيط اللي بيتأثر بأي حاجة، مش عشان أنا أوفر شوية دولارات أو كده أأثر على حياة الملايين، لا صحيح. ده توجه إنساني عظيم ويقدر للسيد الرئيس. الحقيقة ده ظهر في العديد منهم، وبالمناسبة المشروعات دي كان طن الحديد بكام في يوليو 2014؟ 5100 جنيه. النهاردة بكام؟ 48 وشوية. تخيلي حضرتك التكلفة دي كلها لو كنا أجلنا المشاريع الكبرى دي، والبعض منها أساسي. مفيش استثمار هيجي بدون مشروعات طرق، مفيش استثمار هيجي بدون اتصالات، مفيش الاستثمار هيجي بدون مدن جديدة، مفيش استثمار هيجي من غير مواني، مفيش استثمار هيجي من غير مطارات، مفيش طبعا. استثمار هيجي من مشروعات البنية الأساسية التحتية. والحقيقة أن ده كمان في حفاظ على رأس المال البشري بشكل كبير جدا. الدنيا فعلا مش زي ما الرئيس قال اللي هم الناس اللي تقدر تستحمل وبرضه بتشتكي، وللأسف بنلاقي نسبة كبيرة منهم على السوشيال ميديا تحديدا، ولازم ينتبهوا للذباب الإلكتروني والهجمات المعينة اللي بتضغط على الدولة المصرية اقتصاديا. مصر بفضل ورعاية ربنا مش هيكون في حرب عسكرية، قوة مصر والتوازن الإقليمي ودعمها الدائم للسلام، لكن ممكن يكون في حرب اقتصادية أو تجارية بشكل غير مباشر بيبدأ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وبالتالي يجب التنبه تماما. وأيضا مقابلة هذا سواء بالرسالة الكبيرة اللي الإعلام المصري بيعملها والقنوات الإخبارية بتعملها للمتحدة وغيره من التلفزيون المصري، أيضا بشرح الصورة الكاملة وتعديل أي ظاهر إيجابية كانت سلبية عفوا في الماضي وتغييرها بشكل كبير جدا. المشروعات الكبيرة دي بتشغل الملايين، الحفاظ عليها هو أمن قومي لمصر، وبيدعم التوجه للاقتصاد الحر، وبيدعم التوجه لتعديل وتطوير الاقتصاد ومواجهة الأعباء اللي بتواجه الاقتصاد العالمي والمنطقة. أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في هذا الصباح الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين المتخصص في شؤون الاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد.